السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد من قناة وليد جيمينج. رجعت لكم في فيديو جديد، وإن شاء الله في هذا الفيديو راح نلعب لعبة الكرة الحمراء اللي كنا نلعبها أيام زمان على هاتف النوكيا القديم اللي يتذكر. المهم كانت أيام حلوة. المهم شباب، وهذه اللعبة موجودة في الهواتف الأندرويد اللي حاب يحملها، اسمها بونس كلاسيك، او ها هو اسمها بونس اكستريم مكتوب في اللعبة، لكن انت اكتب في بلاي ستور لعبة الكرة الحمراء او بونس كلاسيك تطلع لك هذه. حملها، حجمها اقل من 10 ميجا، حجم صغير جدا. المهم وهي حلوة اسطورية. نضغط بلاي وفيها اطوار عديدة. شوفوا شباب، حتى هنا مكتوب كومينج سون، راح يضيفون اطوار اخرى ان شاء الله في التحديث القادم. كومينج سون معناها قريبا. المهم نروح لهذا اوريجينال، بعدها هي المراحل 11 مرحلة، وهنا مكتوب ايزي معناها كلها تعتبر سهلة. المهم نبدأ في المرحلة الاولى، ولا تنسون اللايك شباب والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. شوفوا شباب، تشبه النسخة اللي كنا نلعب على هاتف النوكيا. طبعا فوق شباب، فوق على اليسار موجود الكوريات ثلاثة، في ثلاثة هذيك الحيوات، والحلقات هذوك الصفراء لازم تدخل فيها هكذا عشان تفوز. لازم تدخل فيها كلها، لما تدخل في واحدة تنقص، لما تدخل فيها كلها راح يجيك تفوز. ها هو الفوز، نفس اللي كنا زمان نلعب على هاتف النوكيا، نفس الفوز. جبت 3 نجمات. راح نروح للمرحلة اللي بعدها اللي هي هذه المرحلة. طبعا اذا قست في هادو ما شباب الحشرات هادو راح تخسر. وهذه الدائرة هادي حياة شباب، اصبحت 4 حيوات، وهذه ترجعنا كرة كبيرة. المهم هذه ارجعتنا الصغير، هذه حياة أخرى. وطبعا فوق على اليمين شباب هذاك السكور تاعنا. فزت، ها هو الفوز شباب، جبت 3 نجمات أتوقع. نعم نروح المرحلة اللي بعدها، هنا لا ما نقدروش نروحوا من نائبة، لازم نروحوا من هكذا. هذه حياة، هنا ماذا يوجد؟ لا شيء، لا شيء، ثم نروحوا من هنا. طبعا شباب هذا الخط الطريق الازرق هذا لما تقفز فيه بشكل متكرر هكذا راح ينططك عالي، يرجع النطة تاعك عالية هكذا. شفتوا؟ خسرت. المهم عالية، شفتوا؟ هذه راح تسرعك شباب، سرعة تمد. تبقت 3 حلقات. يا حياة، عندنا 4 حيوات. هذه القفزة شباب صعبة، لكن جبتها من أول مرة. فزت أخيرا. ثلاث نجمات، نجمة واحدة، يلا ما عليه. نروح للمرحلة الرابعة. طبعا شباب راح نلعب المرحلة الرابعة والخامسة ونوقف الفيديو لكي لا يكون طويل. المهم نروح من هنا،
اوكي ده أكلت حياة. هكذا أوه قريب خسرت شباب، شفتوا؟ ها هنا نقطة صعبة شباب، هنا دايما كنت أخسر فيها لما كنت ألعب زمان، لكن لما تحترف في اللعبة راح تعرف تتقفز. ياها خسرت لكني رجعت. يلا جمعنا كل الحلقات. يا الله فزنا، الآن جبنا نجمتين. راح نلعب المرحلة هذه الخامسة شباب الأخيرة ونوقف الفيديو. هاي هي الحلقة الأولى، ما نقدروش نروحوا منه شباب، لازم نروحوا من مكان آخر من هنا. هكذا راح نروح من هنا. هاي شباب هاي حياة تحت لكن لا احتاجها لاني عندي 3 حيوات. شوفوا شباب هذه فكرتها انها تسرعك ترجعك سريع. هكذا ننزل من هنا. اكلت حياة اخرى، 4 صار عندي. هذه ايضا ها طيرك. ادخل. لم ما جيبش الاخرى. هنا صعبة شباب، هنا مكان صعب، لازم انت وحظك. يلا جبته، تبقت لنا واحد. هذه سهلة. هكذا تبقت حلقة واحدة. هاي بعدها الفوز شباب. يلا ادخل. كم جبنا؟ نجمتين. يلا ما عليه. لعبنا شباب في هذه الحلقة لعبنا 5 مراحل وجربنا اللعبة. اذا عجبتكم ان شاء الله راح انزل لكم عن باقي المراحل اذا شفت عليها تفاعل طبعا. ويلا شباب جربوها انتم ان شاء الله راح تعجبكم، وفيها اطوار عديدة شباب، مشي غير هذا الطول اللي لعبت فيه، فيها أطوار عديدة يمكنكم تلعبوا فيها. المهم شباب وصلنا إلى نهاية الفيديو، إذا أعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. ويلا شباب مع السلامة.